ما هيك؟ طلعي اختي، بدي البس هيك على الحفلة تبعنا. ما هيك؟ شو عم بيصير؟ شكلك مشوشة. لا يا خالتي، ولا شي، كل شي منيح. ألو؟ إيه بابا، ماشي أنا جاي. بنتي مهيك، انسي كل يلي صار. خالتي، القصة مو مشاني أنا بس، صارت القصة تصرفات شوريا الغريبة مع الناس كلها. اتصرف بطريقة كتير سيئة مع نيف اليوم، مو قدرانة أصدق يا خالتي، بس أنا مستحيل أقبل بهالتصرفات. بعرف إنه هو أخلاقه ضيقة، بس هالشي ما أنا مقبول، اتجاوز كل الحدود اليوم، كلياتنا بيهمنا وضعه يا خالتي، بس هو ولا هامه وعم يعمل اللي بده إياه بهالكم يوم اللي مرقوا. مهيك، شو هاد؟ انتي بطلتي تحطي اللون الأحمر وتلبسي طوق العرس بسبب هاي الخناقات؟ مهيك قولي لي وين الطوق؟ رح ألبسه فورا. خالتي، تعرفي شو بيقول شوريا بالعادة؟ شو؟ إنه ببين أكبر من عمري لما ألبس طوق الزواج وحط اللون الأحمر، ولازم ألبس ثياب عصرية مو تقليدية، وأعطي كل ثيابي القديمة لحدا محتاج وغير نمط لبسي. أنا تقبلت كل أفكاره وعملت كل شي بيقول لي عليه، بس إذا هو مو سألان ولا حتى بيهتم، ليش لحتى رد عليه وأعمل الشي اللي بيحبه؟ هلأ صار الوقت لحتى أعمل كل شي بحبه وكل اللي بدي إياه. بحب ألبس صيغة العرس وحط اللون الأحمر كمان، وهيك رح أعمل. وإذا ما عجبه هذا الشيء وما حبه، في يروح يشوف له وحدة تانية. هي ما عم تعمل هالشي كرمالها، هي بس بدها تزعجه.